بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلوات الله وسلامه عليه للإمام العلامة أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة التي لاقت قبولا في الأمة عظيما في نفوس المسلمين عموما من العلماء ومن غيرهم. وهذا الكتاب من أفضل في الحقيقة الكتب في باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرقائق والكلام النبوي الذي يهذب النفوس ويؤدبها. ولا يخلو الكتاب كذلك من أبواب تشتمل على الأحكام، لكن هذا الكتاب فريد في الحقيقة في مادته، وإن كان كثير من العلماء أتى بأشياء قبل هذا الكتاب وبعده قريبة منه، لكن كان لكتاب رياض الصالحين القبول الأعظم في نفوس المسلمين لما يتميز به الكتاب من ميزات وخصائص يظهر أو تظهر من خلال تقديم صاحب الكتاب رحمه الله تعالى الإمام النووي للكتاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرنا مؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الإمام محي الدين يحيى بن شرف ابن مري بن حسن ابن حسين أبو زكريا النووي الدمشقي. فهو مولود في سنة 631 هجرية ببلدة نووي إحدى قرى حوران جنوبي دمشق، و قدم من هذه القرية إلى دمشق صغيرا وبدأ يتعلم العلم ويظهر ذكاؤه ويعني وتظهر نجابته في سن مبكر رحمه الله تعالى. وهو من علماء الإسلام وعلما من أعلامه في زمانه رحمه الله، وما زال قدوة لخاصة العلماء فضلا عن عوامهم حتى يومنا هذا. فالإمام النووي رحمه الله له من المواقف العظيمة في العلم وفي الدعوة وفي الجهاد في دعوة الله سبحانه وتعالى، بل وله من المواقف القوية مع الحكام والأمراء في الدعوة ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، حتى قال عنه بعض يعني أهل زمانه قد بلغ النووي رحمه الله ومن بعدهم الذروة في العلم والزهد والورع والعمل الصالح. والإمام النووي رحمه الله كان يعني مشهورا بزهده العظيم وتقلله من الدنيا بشكل يظهر، ويعني كل من يراه يرى ذلك، حتى أنه رحمه الله كان يلبس المرقع من الثياب، وكان يلبس يعني رف الثياب ولا ينشغل بشيء من متاع الدنيا، بل وكان كما ذكر أو ذكر عنه رحمه الله أنه كان يعني قليل الأكل جدا رحمه الله، وكان يقلل من كل يعني متاع الدنيا في حياته، وذلك لأجل ألا يحتاج إلى الناس.
فكان رحمه الله صاحب شموخ وإباء وعزة، وكان في دعوته وفي نشره للدين لا يخاف في الله لومة لائم رحمه الله تعالى. وكانت دراسته لكتاب الله وتفاسيره واشتغاله في الحديث النبوي وشروحه، وتفقه الإمام النووي رحمه الله على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومن أصحاب الإمام الشافعي أو من أصحاب يعني المذهب الشافعي، ولا سيما في بداية طلبه فقد درس المذهب الشافعي دراسة مستفيضة. ثم قام بعد ذلك رحمه الله في التأليف معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة مباشرة، ومقارنا في ذلك أقوال المذاهب والعلماء، مستخلصا بذلك الرأي والقول الذي أدى إليه اجتهاده من خلال الدليل، يعني لم يكن جامدا في التمسك بالمذهب الشافعي رحمه الله كما ربما وقع في بعض من وقع من أصحاب المذاهب، لكن النووي رحمه الله كان فقيها يجتهد كثيرا في النظر في أقوال المذهب، وربما خالف المذهب في كثير من الأقوال المشهورة في المذهب الشافعي رحمه الله، إذا وجد الدليل وترجح عنده الدليل على خلافه. وهو صاحب الكتاب العظيم الذي يعد من أمهات الكتب الإسلامية ولا سيما في الفقه، وهو كتاب المجموع، هذا من أكبر كتب الفقه، وإن كان الإمام النووي رحمة الله عليه لم يكمل الكتاب، مات قبل أن يكمل الكتاب، مات تقريبا في مجلد خامس أو سادس، ثم يعني استكمله بعض العلماء المتأخرين بعد ذلك. ومن أشهر يعني تصانيف الإمام النووي رحمه الله تعالى التي ألفها كتاب روضة الطالبين، روضة الطالبين هو يعني خمسة أسفار ذكر فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني اجتهاده ونظره ونقل كلام العلماء في أبواب الفقه، وأكمل الكتاب بفضل الله تعالى. وأيضا من أشهر كتب الإمام النووي رحمه الله شرحه لكتاب مسلم، صحيح مسلم، شرح كتاب مسلم، فهذا أيضا من أشهر كتبه رحمه الله تعالى. وأيضا له كتب كثيرة، ومنها كذلك أو من أشهرها كتاب رياض الصالحين، هذا الذي بين أيدينا. توفي رحمه الله تعالى في بلدته نوي، وهو كان يعود يعني أحد ذوي في زيارة، فمات في بلدته سنة 676 للهجرة، يعني لم يتجاوز النووي رحمه الله تعالى من العمر 45، مات النووي رحمه الله وهو لم يتجاوز 45 من عمره، وكان قد ملأ الدنيا علما واجتهادا وفقها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما كتابه الذي بين أيدينا هذا وهو كتاب رياض الصالحين، فإن الإمام رحمه الله قدم له مقدمة في الحقيقة عظيمة وإن كانت مختصرة، لخص فيها ما أراد من هذا الكتاب. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه
فزهدهم في هذه الدار. لاحظ العبارات في التقدمة كلها إشارات لموضوع الكتاب. قال الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبتهم وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاب والابتكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، يعني المواصلة على طاعته، والحذر مما يسخطهم ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأفعال. يعني هم في كل الأحوال في طاعة لله تعالى، وتغيرت الأحوال هم في طاعة لله تعالى لا يتغير. أحمده أبلغ حمد وأزكى، وأشمله وأنمه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحبيبهم وقليلهم الهادي إلى صراط مستقيم رحمه الله، والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا لهم والإعراض عن حضور الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور. يعني الدنيا مركب عبور فقط لا منزل، يعني شيء مؤقت، لا منزل حبور، حبور السعادة. ومشرع انفصام لا موطن دوام، يعني الدنيا مشرع انفصام، الناس يعني يلتقوا فيها وينفصلون بعد ذلك ويتركونها، لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني هذه الآية من سورة يونس بيّن الله عز وجل فيها قدر الدنيا، وأن الدنيا ما هي إلا شيء يبتهج وقتا ثم بعد ذلك ينتهي، وتنتهي هذه البهجة وتزول هذه الدنيا ويزول معها كل ما كان مبهجا، إذ أنها متاع مؤقت، كما أن النباتات والزهور والزينات يتمتع بها الإنسان وقتا ثم تزول. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويأتي في الكتاب نفسه في أبواب الكتاب أبواب تتعلق بذلك، باب الزهد في الدنيا. قال ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالهم حالها ما وصفته وحالنا ما خلقنا له، إذا كان حال الدنيا ما وصف، يعني إنها شيء يعني سريع الفناء والانتهاء وبهجته مؤقتة وتنتهي،
وحالنا ما وما خلقنا له وما قدمتهم. طيب رحل الدنيا هتنتهي، وحالنا احنا خلقنا للعبادة لنسأل بعد ذلك عن ذلك. فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك اللي يريد النجاة والفلاح وأنه طلق الدنيا والتفت للآخرة، أصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيدي الأولين والآخرين وأكرم الصادقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه على سائر النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الآخرة. العلم نسأل الله تعالى يعني الأجر والثواب والتوفيق لما يحبه. لعل من فضل الله علينا توافق بداية دراسة كتاب رياض الصالحين مع بداية دراسة أو بداية حديث من خلال المنبر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فلعل ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره صلى الله عليه وسلم وأحداث حياته وما تعلق بها من كل جوانبها مع الآداب التي أدب أمتهم عليها صلى الله عليه وسلم ورباهم عليها في هذا الكتاب الموجود يعني في هذا الكتاب، يكون هذا بإذن الله تعالى منهجا صالحا بإذن الله تعالى للدعوة ولإصلاح النفوس. يعني هذا الكتاب من الكتب العظيمة في إصلاح النفوس، كتاب رياض الصالحين. وكتاب ودراسة السيرة أو النظر في السيرة أحداثا ويعني مواقف وعبر وتحليل، هذا منهج دعوة. فلو اجتمع بإذن الله تعالى لعل هذا يكون يعني فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. قال: وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد كان العبد في عون أخيه. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفس أو النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. لذلك في الحقيقة كما ذكرنا في الإشارة في أول الكلام، هذا الكتاب في الحقيقة من أعظم الكتب في إصلاح النفوس، في إصلاح النفوس. وهذا مهم جدا لطالب العلم. يعني كانوا الشيوخ دائما ينصحون الإخوة بدراسة رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين في بداية الطلب والعلم مع الانشغال بالقرآن طبعا والفقه والتوحيد. لا يمتنع أن يدرس الطالب هذا الكتاب وأن يقرأ هذا الكتاب على الأقل، لما في هذا الكتاب من أحاديث ونصوص تصلح النفوس
وتهذب هذه النفوس وتصلح القلوب. وحقيقة هذا الكتاب أيضا لعله كذلك من أنسب الكتب مع البخاري في التدريس خصوصا للمسلمين الحدثاء يعني العهد بالعلم والتعلم. يعني أقصد بذلك الإخوة العاجم لعل من أرغب الكتب التي يدرسونها للناس في بلادهم إذا رجعوا إليهم مثل هذا الكتاب أيضا. يعني صحيح البخاري رياض الصالحين كتاب في الفقه كتاب في التوحيد. هذه الأربع لا بد من أن تكون أساس في تعليم الناس بعد القرآن. يعلم الناس القرآن وبعد ذلك أربع أسس. هذه الأسس يعلمون من خلالها الفقه ليعرفوا الحرام والحلال والتوحيد العقيدة ولو في إيجاز، وكذلك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المهذبة للنفوس المربية للنفوس والمصلحة للقلوب، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حيث الأحكام والفوائد كالمخالف. يبقى لو احنا حاولنا كده نلخص في يعني تسميات، نقول القرآن ثم كتاب في الفقه، وليكن كتاب أقل من الأول يعني في الفقه، وليكن مثلا كتاب منهج السالكين مثلا للشيخ السعدي، كتاب في التوحيد والعقيدة ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويكون معه أو بعده كتاب العقيدة الوسطية مثلا، دول يكونوا في توحيد العقيدة. وكتاب رياض الصالحين في الحديث وتربية التهذيب، كتاب البخاري ككتاب حديث معظم في الأمة الإسلامية. فهذه الكتب في الحقيقة لها في نفوس الناس يعني قبول، وخصوصا إذا درست ل يعني حدثاء العهد بالعلم والتعلم كبلاد العجم إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. من الواضحات يعني يقصد الكتب الواضحة المعلومة المعروفة زي البخاري ومسلم، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. يعني الإمام رحمة الله عليه النووي ليس الكتاب ينقل فيه مجرد الأحاديث فقط ويصدر بعض الآيات أحيانا، لا بل أحيانا ينبه بعض التنبيهات ويذكر بعض الفوائد شرحا على بعض النصوص. قال: وإذا كنت في آخر الحديث أو في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وده صار اصطلاح بعد ذلك مشهور بين العلماء. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائر أخا أنتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثم بدأ الإمام رحمة الله عليه الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية. باب الإخلاص وإحضار النية. وهذا الباب أول باب بدأ به كتابه، وهذا الباب لأهميته
بدأ به ويبدأ به كثير من العلماء كتبهم، حتى أن البخاري رحمه الله صاحب كتاب الحديث المشهور بدأ أيضا كتابه بحديث عمر أيضا، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا لأجل أن الإخلاص وإحضار النية هو أصل في قبول العمل ورده. الإخلاص وإحضار النية أصل في قبول العمل ورده. ولأن أو لأجل أن الإخلاص من غيره لا يقبل العمل، فبدأ المصنفون كتبهم أو أكثر المصنفين كتبهم بهذا الباب، لأنه لا يقبل عمل ما لم يكن به إخلاصا لله عز وجل. ويقصد به الإخلاص يعني النية الخالصة في فعل هذا العمل وإتيان هذا العمل. والنية هي عزم القلب، وقصده النية هي عزم القلب وقصد القلب. ماذا يقصد القلب؟ وربما تقصد الجوارح لكن لا يسمى هذه نية، الجوارح الأخرى قصدها لا يسمى نية. يعني على سبيل المثال رجل أعطى هذا صدقة، وهذا الفعل منه بيده مثلا الجارحة لا يسمى، هذا هو النية. النية التي يقصد بها أو النية المقصودة هنا في الكلام هي عمل القلب، عمل القلب. ولذلك لما كان الإخلاص وإخلاص النية يترتب عليه قبول العمل من رده، بدأ المصنف كتابه بهذا الباب العظيم. بل وأنك لو نظرت في معنى الإخلاص من حيث المعنى اللغوي تجد فيه هذا أيضا واضحا جليا، فيقال خلص خلوصا وخلاصا، يعني صفى وزال عن شوبه، صفى وزال عن شوبه، اللي هو تصفية الشيء عن شوائبه. كذلك العمل لا بد أن يصفى لله تعالى، فلو أن العمل دخل معه أي شائبة لغير الله كان هذا العمل غير خالص لله عز وجل. ولذلك علماء السلف يعرفون الإخلاص بتعريفات كثيرة جدا، تعريفات كثيرة جدا كلها مترادفة بإذن الله تعالى. يعني على سبيل المثال قالوا أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله فيه. الإخلاص أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله فيه، الناس ولا غيره. وقال بعضهم الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوق، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوق. الإنسان يصفي عمله بحيث لا ينتظر نظر الناس ولا يعني نظر المخلوق. والإخلاص عزيز، والإخلاص عزيز. الشيطان من أعظم ما يعمل عليه ويوسوس للإنسان فيه هو الإخلاص. لماذا؟ لأنه لو أفسد إخلاصه ضيع عملا. ولذلك الإخلاص عزيز لأجل أنه فيه مجاهدة كبيرة. من أعظم الأعمال القلبية التي فيها مجاهدة الإخلاص. أي نعم. قال باب الإخلاص وإحضار النية. يبقى الإخلاص يقصد به تخليص العمل لله وحده، وإحضار النية يقصد به إحضار النية الخالصة لله تعالى، وهي القصد في العمل وجه الله تعالى وحده. وإلا فهناك نية صالحة ونية فاسدة، نية صالحة ونية فاسدة. فالمرائي نيته فاسدة لأنه يعمل العمل يريد به نظر الناس، هذه نية فاسدة. والمخلص صاحب نية صالحة لأنه يعمل العمل يريد به، يريد به وجه الله عز وجل ولا يريد به الناس. قال الإمام رحمه الله باب الإخلاص، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
في جميع الأعمال والأقوال. إذن كل قول وكل عمل تقصد به العبادة لابد له من نية. كل قول وكل عمل تقصد به العبادة لابد له من نية. قال والأحوال البارزة والخفية، يعني في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية، الظاهرة والخفية. والظاهرة كسائر الأقوال والأعمال عموما في الأحوال وغيرها، والخفية كالأعمال التي لا يطلع عليها أحد. ماذا يقصد بها الإنسان؟ ماذا يريد منها؟ أي نعم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهذه الآية فيها دليل على أن العبادة لله عز وجل لا تكون صحيحة إلا إذا كانت خالصة لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى، الهدي، الأضاحي، القرابين التي تذبح لله تعالى نذرا أو غير ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله تعالى لن يناله شيء من ذلك، فالله غني عن ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم مقتضى ذلك يعني أو متضمن ذلك، يناله التقوى منكم يعني يناله منكم هذا القصد. يعني ماذا قصدتم بهذه الذبائح، قضاحي أو هدي أو غيره؟ هذا القصد هو الذي يريده الله، فمن كان يقصد الله في هذا فهذا الذي له الأجر، وهذا الذي به يكون صالحا تقيا. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني أنكم لن يكون لكم إلا ما صلح في هذه القلوب. إن تخفوا ما في صدوركم أي في قلوبكم أو تبدوه يعلمه الله. إذن فما كان في القلوب هو الذي سيحاسب عليه العبد، فخير له أن يعمل بالنية الصالحة والقصد الصالح. ثم بدأ الإمام رحمه الله في ذكر الأحاديث، هذا هو أصل الكتاب، أنه يتحدث عن أو يتحدث من خلال كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه. وهذا من الإمام رحمه الله أيضا، وهذه فائدة من الإمام يذكرها، أنه يذكر الحديث بسنده من الصحابي ويذكر اسم الصحابي تفصيلا، اسم الصحابي تفصيلا. وهنا يريد من ذلك أيضا إبراز يعني فضل عمر، من أن عمر رضي الله عنه صاحب نسب شريف وهو قرشي ويمتد نسبه رضي الله عنه إلى ما يلتقي به في آخره مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، يعني رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري
النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا في أول حديث، لكنه بعد ذلك رحمه الله إذا ذكر سيذكر يقول رواه البخاري رواه مسلم اتفق عليه، لكن هنا أراد أيضا أن يثني على الإمامين بما لهما من فضل ويذكر نسبهما تعريفا بهما للمسلمين. وهذا من فضل الله على العالم المخلص أنه يذكر بعد موته، ولسيما إن ترك علما ينتفع به يذكر بعد موته ويترحم عليه، ويظل الناس يترحمون عليه، كما مثلا إن شاء الله تعالى سنظل نترحم على الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي كل حد قال الإمام النووي رحمه الله. فهذا من فضل الله على هؤلاء، ماتوا أبدانا وعاشوا يعني أرواحا ونفوسا ويعني علما ودينا في يعني قلوب الناس. قال أي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل لابد له نية، لابد له نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وما من يعني عمل يعمله الإنسان إلا ومعه نية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل ذلك على أن النوايا تتفاوت، فالناس في نواياهم ربما يختلفون، وكل على حسب ما يقصد ويريد. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث له مناسبة، وهي أنه لما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة وخرج من خرج من المسلمين من مكة، خرج بعض الناس إلى المدينة من مكة مهاجرين في ظاهر الأمر، لكن ربما بعضهم شاب نيته شيء من الدنيا، فربما خرج من يطلب المرأة التي هاجرت وتركته، أو خرج من يطلب شيئا من الدنيا والسعة ونحو ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن أجر الهجرة لم يكون إلا لمن خرج قاصدا الهجرة لله، لا بقصد اللحوق بالمرأة ولا بقصد البحث عن مال في أرض الإسلام الجديد. ولذلك الهجرة المقصودة هنا هي الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وكانت مكة يومئذ أرض كفر، كانت مكة يومئذ أرض كفر، والمدينة هي دار الإسلام الوحيدة في الأرض يومئذ. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة فرض على كل من قدر عليها، فهاجر المؤمنون إلى الله ورسوله، والذين هاجروا لأجل الدنيا سواء كان امرأة أو مال أو نحو ذلك، هؤلاء عملوا عملا عظيما وهو الهجرة، وكانت الهجرة شيء صعب شديد، بمعنى أنه ما كانت الهجرة أمرا ميسورا سهلا لكل إنسان يعني سيخرج كأنه في رحلة مثلا، أبدا، لقد كانت الهجرة محفوف طريقها بكل المخاطر. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إياكم أن يخرج منكم إنسان مهاجرا يريد دنيا امرأة أو مال أو غيره، لا، هذه الهجرة العظيمة لابد أن يجعلها لله حتى ينال الأجر بها، وهي من أعظم الأعمال التي يعملها المسلم أو عملها المسلم الهجرة. ولذلك سبق المهاجرون الناس جميعا بالهجرة، وصارت الهجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك موجودة، وإن كانت قد منعت من مكة كما سيأتي إن شاء الله.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبههم أن من أراد أن يهاجر لابد أن يصحح نيته، يهاجر لمن؟ في سبيل الله، أم يهاجر في سبيل دنيا، مال، امرأة، منفعة دنيوية أو نحو ذلك. فهذا هجرته لا تسمى هجرة بالمصطلح الشرعي النص، وهذا عمله إنما يأخذ أجره فيه به في الدنيا. ولذلك قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد الدنيا، يطلب الدنيا، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى الدنيا. ولذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين قدر النية، قدر النية. وذلك لماذا؟ لأن الإنسان في عمل واحد من الممكن أن يفوز ويكون من الفالحين، ومن الممكن بنفس العمل أن لا يكون له أجر بل يكون عليه الوزن. والفرق ها النية. هذا هاجر وهذا هاجر، كلاهما قد عامل مخاطر، لكن هذا هاجر بنية غير نية هذا. هذا هاجر لله ورسوله، والآخر هاجر لأجل المال والدنيا ونحو ذلك. ولذلك فهذه مسألة مثلا تكلم فيها العلماء، لو أن إنسانا أراد أن يهاجر من أرض الكفر، أرض بعض بلاد العالم الآن مثلا في كفر، دار كفر زي بلاد الكفار عموما، يعني أمريكا وإسرائيل وفرنسا وإنجلترا ومش عارف، كل دي دار كفر وإن كان فيها مسلمون، لكن هي دور كفر. فهذه الدور لو أراد مسلم أن يهاجر منها إلى أرض الإسلام يحرم ويحذر أن يقع في هذا الخطأ، وهو أن يهاجر بقصد الدنيا. يوم يقول أنا والله أنا هروح على أرض الإسلام لأنها أرخص ثمنا في المعيشة، وربما يعني أجد فيها وظيفة أو نحو ذلك. هذا الإنسان لا أجر لهجرته هذه. أما من هاجر من هذه الأرض يريد أرض الإسلام لأجل أن يعبد الله عز وجل فيها، فهذا له أجر هجرة بإذن الله تعالى، هذا له أجر هجرة. ولذلك يعني بشرى هذه لإخواننا العاجم خصوص اللي بعضهم ترك ربما بلاده وهاجر إلى أرض الإسلام، فهذه هجرة تحسب له إن شاء الله تعالى كما سيأتي على تفصيل الحديث الآخر إن شاء الله. إذن فهذا الحديث يؤخذ منه أن النية بها يكون العمل عند الله عز وجل له فضل وأجر عظيم كالهجرة، وبنفس العمل قد لا يكون له به أجر بل يكون عليه وزر بسبب أيضا النية. فمن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس لله إنما هي للدنيا للنساء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة. هذا الحديث مر بنا قريبا في البخاري في أبواب الميوع. وهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض. يعني هناك جيش في وقت من الأوقات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل ذلك، هذا الجيش في وقت من الأوقات بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيقصد الكعبة للإفساد. ولعله كما سبق الجيش الذي يقصد المهدي، لعله الجيش الذي يخرج لقتال المهدي عندما ينتشر خبر المهدي
في الجزيرة العربية، إذ أن المهدي أول ما سيظهر عند البيت. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش من الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض، بيداء مكان واسع فسيح في طريقهم وهم متجهون إلى مكة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. الظاهر أنه جيش كبير جدا، عدد كبير جدا، بحيث تكون مسافة يعني الجيش، سير الجيش أو المسافة التي يمشي عليها الجيش من حدود أوله إلى آخره مسافة طويلة جدا، بحيث يتخلل هذه المسافة باعة وأسواق وطرق يمرون عليها ويشترون منها ويبتعون ونحو ذلك. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ اعتراض الشبهة عند عائشة رضي الله عنها ليس في أولهم وآخرهم، إنما في من هم ليسوا من المتخملون الجيش في الطريق من باعة ونحو ذلك أو من خدم، هذا احتمال قاله بعض العلماء، أو من خدم يخدمونها أفراد هذا الجيش بالأكل والشرب والرعاية ونحو ذلك، لكن لا يقاتلون، هم لا يقاتلون مع هذا الجيش لكنهم خدم بيشتغلوا تحت يعني راية هذا الجيش كخدم فقط. ويعني الأظهر والله أعلم الأول، وهو أن طريق هؤلاء فيه أسواق، فيه أسواق وباعة فيبتعون منهم ونحو ذلك. فعائشة تسأل: طيب هؤلاء يخسف بأولهم إلى آخرهم، طب والذين هم بينهم من الباعة والأسواق ما ذنبهم؟ قال: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم تقرير الحال أو المقال يعني بتأكيده ما سيحدث لهم، أنهم بالفعل سيخسف بأولهم إلى آخرهم وما بينهم يخسف كذلك به. قال: ثم يبعثون على نياتهم. يعني الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، الجيش القاصد للتخريب في الكعبة والباع الذين يعطون الجيش فقط من باب البيع والشراء ونحو ذلك، الفرق بينهما ماذا؟ النية. النية، الجيش يقصد بيت الله عز وجل بالتخريب فهذا كفر بالله تعالى، الباعة يبيعون لهم إما إقرارا لحالهم وإما غفلة عن حالهم. يعني الباعة المحتمل يكون هم يعلمون حال الجيش، عارفين أن الجيش ده طالع يخرب فبيبيعونهم وبيدعمون، وده نوع من إعانة الظالم وإعانة أهل الباطل، أو أنهم لا يعرفون، ده احتمال آخر، وإنما هم في الطريق يمرون بهم. فعلى الأول قال بعض العلماء أن من عاون أهل الباطل في باطلهم استحق العقوبة مثلهم، حتى بعض العلماء أخذ في مسألة فقهية أنه اللي عاون أهل الباطل في باطلهم نفسه يأخذ العقوبة معه، زي اللي مثلا بيقدم ليه واحد بيقتل واحد بيقدم له الأسباب التمهيد لقتله شاركه في الإثم، وعلى قول بعض العلماء في العقوبة ربما مثلا. إذن فالنية هي التي فرقت بين الحالين، وهذا الحديث يدل على خطورة أمر النية، خطورة أمر النية، حتى أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يخافون من مثل هذه المواقف. يعني مما يذكر في ذلك أن طاووس رحمه الله تعالى، ابن طاووس رحمه الله تعالى، كان يعاصره أو كان يعني في زمن كان الإمام مالك فيه رحمه الله يعني بدأ يبرز، فلما دخل ابن طاووس على أحد الأمراء الظلمة وتجاذب الحديث بالحدة والشدة، فقال له هذا الأمير الظالم بعدما يعني
يأس من كلامه ونحو ذلك وهم أن يصرفه. قال ناولني الدواء. ناولني الدواء، الدواء التي يكتب بالحبر الذي فيها. قال ناولني الدواء. فقال له، فدهش الناس جميعا الحضور، حد يستطيع أن يقف أمام هذا الطغية لعله كان المنصور فيمتنع ابن طاووس عن ذلك، حتى قال ملك فلممت علي ثيابي خشية أن يصيبني شيء من دمه إذا ضربني. فقال ناولني الدواء. قال لا. قال لما؟ قال أخشى أن تكتب بها إثما فأكون لك شريكا فيه. انظر وما فيش نية ولا حاجة. طب ما بالك بقى بمن نوى إعانة الظلمة. نوى يعني بيقول له هات الدواء. أيوة حاضر. هو عارف انه هيعمل ايه، هيكتب بها ظلما او كفرا او جورا او نحو ذلك. ولذلك احد السجانين لما كان الامام احمد رحمه الله عليه مسجونا، فقال له احد السجانين يا امام حديث اعوان الظلمة هل هو حديث صحيح؟ الحقيقة انا يعني لا اعرف نص يعني في هذه المسألة، لكن لعله كان يقصد حديث في أن أعوان الظلمة يعني يكون لهم ما على الظلمة من الإثم والعقوبة ونحو ذلك. فقال يا إمام أحاديث أعوان الظلمة حديث صحيح؟ قال نعم. قال وهل أنا من أعوان الظلمة؟ ده السجان يعني. فقال بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة الذين يخيطون لهم ثوبا أو يخصفون لهم نعلا، هذا من أعوان الظلمة. ولذلك هذا الحديث ثم يبعثون على نياتهم ويقصد بأولهم وآخرهم، أخذ منه بعض العلماء أن هؤلاء يستحقون العقوبة مثلهم. والحديث الشاهد للباب هو باب النية، أن النية فاصلة، فقد ينجو أصحاب الأسواق، أليس كذلك؟ قد ينجو أصحاب الأسواق في الآخرة وإن أصابتهم العقوبة نظرا لإيه؟ لتعاونهم في الدنيا. لكن قد ينجو أصحاب الأسواق في الآخرة مع هلكة الذين قصدوا البيت بالتخريب. لماذا؟ ما الفرق؟ النية. لأن الذين قصدوا البيت بالتخريب ارتكبوا فعلا من الكفر، والآخرون ارتكبوا إثما وهو المعاونة فقط أو نحو ذلك، أو ربما كانوا لا يعرفون. فالنية في كل ذلك هي التي فرقت بين الأمرين. طيب نقف على الحديث الثالث، لا هجرة بعد الفتح، وننتقل إلى كتاب البخاري بإذن الله تعالى. أقول قبل هذا، أستغفر الله.